عن الشعبية يا هشام، يعني فعلا كتير بيتكلم عن انه شعبيتك تراجعت كتير. يمكن ما اعرفش انت بتحسب شعبيتك ازاي، يمكن وانا ما اعرفش برضه انت بتحسبيها ازاي، بس ماشي. يعني انت يعني مش موافق؟ لا مش موافق. لا مش موافق، هو مش موافق على كلامك. لا خالص، هو مش موافق ابدا. طب انت بتحسبها ازاي؟ بالحضور في الحفلات. انت اخر حفله عملتها امتى يا هشام؟ اخر حفله عملها لسه كنا في هذا القدس اول امبارح. اول امبارح في ايه؟ في القدس. في القدس نفسها. في القدس نفسها فلسطين. انت رحت ازاي؟ واخدت تاشيره اسرائيل وكده؟ ده اخدت انت رحت ازاي؟ انا برضه اخد تاشيره اسرائيل. لما دخلت ايه؟ لما دخلت يعني متخفي. دعوا مين دعاك ورحت ازاي؟ قول لنا. انتوا لسه مش فاهمين الفرق بين غزه وبين لا ايوه، ما انت هترد. لا ثانيه اسمعي، لا مش فاهمين. ده سؤال بسيط. فلسطين المحتله غير فلسطين المحاصره. طبعا فلسطين المحاصره اللي بيحكمها حركة فتح بتحكم الضفة، وحركة حماس بتحكم غزة. قطاع غزة مش غزة بس، غزة وخان يونس ورفح. القدس. القدس تخشها ازاي؟ دي سيادة إسرائيلية. تدخليها من خلال المعبر الأردني. عندك حلين. عندك حلين، يا إما تدخلي على التل. ما حدش بيختم الباسبور أصلا. يا إما تدخلي على التل. على التل أبيب. بشكل بين باشا، هتركب من مطار القاهرة تنزل من مطار تل أبيب وخلاص وخلاص. بس في الحالة دي هيتختم الباسبور إجباري. في حالة إن أنت مش عايز تختم الباسبور. عايز أقول لك إن هم بطلوا يختموا، بس دي معلومة. لا لا لا، في تل أبيب بيديلك ورقة زي، عارفة، تذكرة المترو كده تعدي بيها. في تل أبيب لا. يعني لازم هم عشان فهموا الناس دي ما بتختمش. المهم ان انت بتروح بتنسيق بين السفاره المصريه. المهم الجهه اللي دعياك. لا جهه ايه؟ السلطه. ايوه المهم اللي دعياك. صحيح. بين السفاره المصريه وبين السلطه الفلسطينيه. بس بتتعب بقى ليه؟ لانك بتركب من هنا على على مطار الملك علياء في عمان، بتنزل عمان بتاخد في حدود 100 كيلو لحد ما بتوصل على معبر كرامة اللي هو جسر الملك حسين. هناك بتاخد الموضوع بري ما بين حدود الأردن وما بين حدود اللي هي ريحة اللي هي أول مدن. سمحوا لك هناك إن الحفلة تبقى موجودة وقفت ولا كان في مشاكل؟ كانوا خايفين وكانوا هيمنعوا الحفلة. وده أثر على جمهورك؟ كان قليل ولا كان كويس؟ لا صراحة. انت يعني انت لما يحضر لك في القدس في المواجهات. والقدس اصلا كبير قوي كان ولا كان معتدل؟ كان مش زي السعوديه مثلا. يعني في السعوديه حضر 22000 واحد. في القدس حضر الموجودين 600 اللي يقدروا يوصلوا لك. يعني بس انت علشان يحضر لك 600 في القدس بالظبط. هو عشان يعدي من كل واحد اصلا. انت كده شعبيتك عاليه قوي. ودي على فكره نقطه. انت كده شعبيتك عاليه قوي. اهل القدس نفسهم بيستغربوا لما يقولوا المصريين ما بيجوش عشان الاجراء او كذا. هم محتاجين الناس تروح. قول لنا الحكايه دي شويه. بصي بقى يا مروه، عشان الموضوع ده هو المهم. انا رحت صليت في المسجد الاقصى سنه 2013. كان معايا السفير المصري، كان معايا في نفس التنسيق اللي حصل. حصل انهم ابعدوا المستوطنين عن المسجد الاقصى لمده ساعتين. يعني هم تعاملوا ان هشام من الفي اي بيز، وان هو التنسيق بتاعه انه يبعد المستوطنين اليهود ساعتين لحد ما الراجل يدخل يصلي ويخرج. تمام. طب الناس اللي بتقول ما تروحوش هناك عشان الطبيع وعشان مش عارف يا سيدي، روح. لا طبعا لازم تروح يا سيدي. انا رحت يعني. الناس عايزاك. الناس هو لو انا النهارده رحت حميت المسجد الاقصى ساعتين، منى بكره راحت ومفيده بكره راحت. هو دي خناقه ما بين حتى منظمه العمل الاسلامي بتطالب الناس. يعني انا لكن المسلمين بس انت خدت بالك ان اول ما اتكلمنا يا مروه راحت مفيده واخداني وش؟ انت خدت تاشيره اسرائيل. انا واخده بالي انا واخده بالي انت عمال تحكي لنا حكايات وخرجنا بره الموضوع. وانت دلوقتي شايف من وجه الاعراض على تاشيره اسرائيل. ما انا انت رديت وانا فهمت، لكن انا قصدت اقوله ان انت دلوقتي رديت على سوزان وقلت لها لا يا سوزان، بالقصه اللي انا حكيتها دي بتؤكد ان انا شعبيتي ما زالت زي ما هي. اللهم لك الحمد. صح كده؟ اللهم لك الحمد. تتيانا عندها سؤال.